لاباس عليكم، الصحة مزيان بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وطلبوا الله سبحانه وتعالى يرفع علينا هذا البلاء على جميع المسلمين وارحمنا بالرحمة ديالو ويشافي جميع المسلمين. المهم هذا واحد النداء كنوجهوه للجميع باعتبارنا كلنا مسؤولين. إخوان، أول حاجة أول نصيحة، نلتزموا بقواعد النظافة كما هو معلوم، ونتضرعوا الله سبحانه وتعالى بعد الوضوء، نتضرعوا الله سبحانه وتعالى في الصلاة أنه يرفع علينا هذا البلاء ويلطف بنا ويحفظ جميع بلاد المسلمين وبلاد المغرب وأهلنا وأحبابنا، ويجعل الله سبحانه وتعالى هذه غير واحد السحابة دايزة ترجع الأمور إلى مجاريها إن شاء الله ويولي كل شيء مزيان. المهم، النقطة اللي هي مهمة اللي بغينا نأكدوا عليها كمجموعة من الشباب المتطوعين هو أننا ما خصناش ننساو أن هنالك واحد المجموعة الأسر اللي هي ما عندهاش ضمان اجتماعي، ما عندهاش السينيسيس، ما عندها لا تعويضات لا تغطية صحية لا مادية، بمعنى أنهم إلا بقاو جالسين ما قدروش يخرجوا، ما عندهمش اللي غادي يجيب لهم ما ياكلوا وما يشربوا، ما عندهمش باش يخلصوا الضوء الماء الويفي الكونيكسيو، يعني كاين ناس عندهم وليدات الله يكون في العون، بمعنى إلا ما خدموش ما عندهم لا سينيسيس لا والو، ما عندهم ما يوكل الأولاد. هذه دعوة إلى المحسنين وإلى المتطوعين وإلى أصحاب الخير، الحمد لله بلادنا فيها الناس اللي كتبغي دار الخير، وتقرر الله سبحانه وتعالى انهم يديروا يد فيد، يشوفوا هاد الناس ويراعيوا هاد الاحوال، وهذه فرصه باش اننا نتقرب الله سبحانه وتعالى ونديروا يد فيد باش نتعاونوا مع هاد الناس المحتاجين والمعوزين، يعني نعطيهم مثلا نقدموا لهم مثلا يد العون من ماكولات ومشروبات الادويه التغطيه الصحيه مثلا الكمامات والقفازات الوسائل ديال التنظيف كالصابون والماء وزيد وزيد وزيد. وهذه هي الفرصة باش نبينوا على حنة يدينا ونديروا يد فيد ونتطوعوا من أجل هذا الخير، والله سبحانه وتعالى غادي يجازي الجميع، لأن كما تعلمون أن الإنسان في هذه الظرفية هذه يعني بعد واحد أسبوع أو جوج سيمانات راه صعيب أنه يصبر في ظل الفواتير اللي تابعه والمصاريف ديال اليومية من مأكل ومشرب وضوء وماء وزيد 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 وزيد. لهذا نديروا يد فيد الإخوان ونتعاونوا ونهضروا مع المحسنين اللي كنعرفوا المقربين أو اللي بعاد باش نتعاونوا ونجمعوا ما امكن مبالغ ماديه او مثلا قفه اكل شراب دواء، وباش نتعاونوا مع الناس ونمدوا لهم يد المساعده، وكنتمنى الله سبحانه وتعالى انه يوفقنا لهذا العمل ديال الخير ويجازي الجميع. الدوله دارت المجهود ديالها لكن كيبقى غير كافي، يعني خص المجتمع المدني حتى هو يتعاون، الشباب والمسؤولين والجميع خصو يدير يد فيد ويلتزم قواعد النظافه الصحيه ويدير داك الشيء اللي هو معلوم ديال القواعد ديال النظافه، ونتعاونوا مع بعضياتنا باش ندوزوا هذه الازمه بسلام ان شاء الله، تدوز الامور بخير وعلى خير ويكون كل شيء مزيان، والله سبحانه وتعالى يطلبوا ويحفظنا ويحفظ جميع بلاد المسلمين من هذه المصائب والاوبئه، ويرحمنا بالرحمه ديالو، وشكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم، تحياتي.